قالت الأمم المتحدة إن طفلا بدون جنسية يولد كل 10 دقائق، وحذرة من أن المشكلة ستتفاقم مع أزمة المهاجرين واللاجئين الناجمة عن النزاع في سوريا. وسلط تقرير جديد أصدرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سلط الضوء على الآثار الطويلة الأمد على الأطفال الذين يولدون بدون جنسية، مثل حرمانهم من الرعاية الصحية والتعليم والحصول على الوظائف مستقبلا. وتشتد هذه المشكلة بشكل خاص بين المهاجرين واللاجئين المتأثرين بالصراعات، حيث أجبرت الحرب في سوريا مئات الآلاف على اللجوء إلى أوروبا، ومن بينهم نساء أنجبن أثناء محاولتهن عبور الحدود.